يحفظه ان شاء الله تعالى ويستر عليه. شفت شاب يعني اعتقد عمره 25 سنه هالشكل، وسالته طبعا انا قلت له سلم عليه، قلت له ايش قد عمرك؟ قال 23 24 سنه. قلت له ذول اولادك؟ قال نعم. اخواني انا حسبت اولاده سبعه، هو عمره 23 24 سنه، اولاده سبعه. قلت له متى تزوجت؟ قال انا تزوجت ما ادري 16 سنه كذا. زين 16 سنه انت متزوج وجايب اولاد ما شاء الله كل واحد هالشكل، فرقه سنه واحده او كذا 9 اشهر او 10 اشهر، هذا ليس صحيحا. فانا من باب الضحكه قلت له ليش مستعجل؟ بعدك شاب انت، ليش العجله هذه؟ وين رتي توصل يعني؟ يعني انت 25 سنه عندك سبع اطفال، يعني اذا صار 50 سنه لازم ايش قد يصير عندك؟ لازم عندك 17 طفل. هذا مو صحيح هذا. قال والله ما ندري شلون يصير. بابا اكو موانع، اكو ادويه، اكو ضبط. اما انه والله ما ادري، والله ما ادري، ما يصير والله ما ادري. في نوع من طبعا انا اقول ان هذا بيد الله بلا اشكال، ولكن علينا ان نفعل شيئا، وما يقسمه الله هو امر اخر. فهذا امر مهم جدا. فتح المجال في حالة يعني فتح المجال أمام الإنجاب المتزايد، هذا يأثر على صحة الزوجة، على تربية الأولاد، يستنزف طاقات العائلة. وفي نفس الوقت هذا الوضع الموجود الآن، الفساد والإعلام والتردي الأخلاقي، التردي التعليمي، التردي الخدمي، هذا كله يأثر على نفسية الأطفال وتربيتهم. هذا الأمر الأول، وأنا ما حبيت أطيل ولكن صارت إطالة. الشيء الآخر اللي أذكره أنه الأولاد الذرية أمر طيب وبركة إلهية، ولكن يتحتم على الوالدين أن يبروا أولادهم. أنا أمس تكلمت عن بر الوالدين، اليوم أريد أتكلم عن بر الأولاد. الأب والأم مسؤوليتهم على أن يبروا أولادهم وأن يحافظوا عليهم وأن يقوموا